أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية المباشرة من قناة الرافدين، والتي سنناقش فيها التطورات الحاصلة في العراق مع استمرار التظاهرات في بغداد والمحافظات الأخرى، حيث يواصل المنتفضون احتجاجاتهم واعتصاماتهم من أجل إسقاط النظام رغم أساليب القمع التي لجأت إليها القوات الحكومية والميليشيات بهدف وأد انتفاضة تشرين والقضاء عليها، إلا أن إرادة الشعب العراقي كانت هي الأقوى في مواجهة الظلم والطغيان الذي عانى منه العراقيون كثيرا منذ احتلال العراق عام 2003 وحتى الآن. لمناقشة محاور تغطيتنا نرحب بضيفنا في الاستوديو الناشط السياسي الأستاذ بهجت الكردي. أستاذ بهجت، مرحبا بكم. حياك الله يا سيدي وتحياتي للجميع. أهلا بك. وأيضا سينضم إلينا من بغداد الناشط في التظاهرات محمد مصطفى. سيد محمد، مرحبا بكم. مرحبا بكم ومرحبا لضيفك العزيز. أهلا بك أستاذ محمد. مشاهدينا الكرام، قبل البدء في تغطيتنا نتابع وإياكم هذا التقرير. مع الساعة الأولى لتظاهرات الجمعة بدا واضحا أن ثمة جديدا فيها، فكانت نوعية الشعارات واللافتات المرفوعة التي خلت من صور الرموز الدينية أو السياسية، فضلاً عن مشاركة العنصر النسوي بكثافة فيها من خارج دائرة الناشطات المدنيات، بل بدا واضحاً وجود نساء عراقيات بالزي الشعبي المعروف بأعمار متفاوتة، وتصدرهن الحديث مع المتظاهرين والمشاركة في ترديد الشعارات. منذ العاشرة تسجل يعني رمي رصاص على المتظاهرين، وسجلت حالات إصابات كثيرة والإسعافات تنقل، ولا زالت الأصوات إذا تسمعون أصوات السيارات الإسعاف تنقل من جسر من خلف الجسر من منطقة الخضراء. وعلى خطى التظاهرات السابقة خرج المتظاهرون بسلمية، وكعادتها استخدمت القوات الحكومية والميليشيات الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في العاصمة بغداد، والذين توزعوا على ساحات التحرير والطيران وفوق جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء. العشرات من الشهداء سقطوا وأصيب نحو 2000 آخرين خلال يوم واحد من التظاهرات المستمرة، الأمر الذي يعكس حجم آلة القمع الحكومية التي استخدمت في التعامل مع المتظاهرين، إلا أن السلطات الحكومية وقادتها الأمنيين اتهموا كما في كل مرة من سموهم المخربين والمندسين باستغلال التظاهرات وتنفيذ أعمال القتل فيها. وعلى ما يبدو فإن الأعداد التي سقطت خلال تظاهرات الجمعة تنسف جميع روايات الحكومة بعدم معرفتها بالمتسبب بقتل المتظاهرين، بما في ذلك تقرير لجنة التحقيق بأحداث التظاهرات الهزيل، حيث أن الجاني أصبح معروفاً كما كان سابقاً، لا سيما بعد توثيق إطلاق القوات الأمنية الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين السلميين في العديد من المقاطع المصورة. تظاهرات الجمعة جاءت دامية على خلاف التعهدات الحكومية التي أطلقها عبد المهدي بالحفاظ على المتظاهرين وضمان سلامتهم، فكيف ستبرر الحكومة قتلها العشرات خلال يوم واحد بعد أن استهلكت جميع مبرراتها؟ ومن ستقيل هذه المرة لإبعاد التهمة عنها وعن ميليشياتها؟ إذن مشاهدينا الكرام، نناقش في تغطيتنا هذه انتفاضة تشرين. ينضم إلينا عبر الهاتف كما أسلفنا السيد محمد مصطفى الناشط في التظاهرات في بغداد، وأيضا السيد بهجت الكردي الكاتب والباحث السياسي. أستاذ بهجت، أبدأ معكم. 43 شهيدا والحصيلة في ازدياد مستمر، نظرا لأن هناك أكثر من 2000 جريح، ماذا تعني لكم هذه الإحصائية من الأرقام أستاذ بهجت؟ شوف يا سيدي، تعني لنا أن كل ما يقوله هذا ما تقوله الحكومة وهذه المجموعات البائسة كذب في كذب. واضح أنه استهداف مباشر، وكل ما يقال وما يروج وذهاب بعض الوزراء إلى الساحات ورئيس برلمان وكل الوعود هذه كاذبة، والدليل أنه لولا كذب هؤلاء لما استمروا من 2003. يعني عمليات الكذب لدى هؤلاء خلتهم إلى اليوم بالحكم، وإلى اليوم مستمرين في النهب والسرقة وتقاسم الأرباح بالوزارات وبالعقود. فلا أحد يصدق يا سيدي، أقول لك أخي العزيز محمد، ما خفي أعظم،
يعني هذا الذي يقال عن أكثر من 2300 جريح، أنا أقول قول 3000 وقول 4000 لا تخاف، لأنه لا توجد إحصائيات حقيقية ولا يوجد إعلام ولا يسمح لقنوات الفضائية ولا يوجد هناك من يتابع هذه القضية. كل هذه الوعود سمعناهم، قالوا علنا أنه سوينا تحقيق، لكن نتائج التحقيق شنو طلع أخي؟ لحد الآن ما طلعت في نتائج التحقيق من المسؤول عن القتل. أكثر من 300 إنسان قتل خلال العشر أيام الأولى، غير 7000-8000 جريح، واليوم خلال يوم واحد. فلا أحد يصدق هذه الحكومة ولا أحد يصدق ادعاءاتها، والجريمة مستمرة. ونعرف إحنا من 2011 إلى اليوم حجم الأبرياء الذين يقتلون ويختطفون وينساقون إلى 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 مجاهيل السجون. طيب أستاذ بهجت، دعني أنتقل إلى السيد محمد مصطفى. سيد محمد، ما الذي يحدث الآن في ساحات الاعتصامات في ساحة التحرير وأيضا ساحة النسور؟ بلغتنا أخبار، عرفنا من خلالها أن المتظاهرين جلبوا معهم خيام للاعتصام، ما صحة ودقة هذه الأخبار؟ تفضل سيد محمد. المتظاهرين منذ يوم أمس هم أصلا اعتصموا نصبوا خيام الاعتصام في ساحة التحرير، وهناك الأهالي تجيب للمتظاهرين الأكل والطعام والفراش، يعني الاعتصام تأمن يومه. اما ساحة النسور فهي داعمة ساحة التحرير، يعني خرج اهالي اطراف الاهالي والعوائل ما قدرت توصل ساحة التحرير، فسووا في ساحة النسور تظاهرة داعمة لما يجري في التحرير. اللي دا يجري بالتحرير بانه اشبه في عمليات الكر والفار، يعني المتظاهرين يحاولون عبور جسر الجمهورية والوصول الى المنطقه الخضراء، يقابلهم القوات الامنيه، مو كل القوات الامنيه، يعني قوات امنيه خاصه القنابل المسيله للدموع والقنابل الصوتيه. اسفر عن ذلك سقوط العديد من الشهداء، اضافه الى اصابه المئات جراء اطلاق الغازات المسيله للدموع. نعم أستاذ بهجت، نحن نؤكد هنا أن المتظاهرين خرجوا بسلميتهم، سلمية التظاهرات كما يصطلى عليها، لماذا يقابلون من قبل الحكومة والأجهزة الأمنية والميليشيات بالرصاص الحي؟ ما الذي يخيفهم من تظاهرات سلمية يقودها شباب عراقيون؟ شوف يا سيدي، اللي يخيفهم أنه هؤلاء المنتفضين اليوم غير المنتفضين السابقين، يعني واضح مشروعهم، واضح. لا توجد إلى حد الآن قيادة للانتفاضة، هذا يسجل لقادة الانتفاضة، يسجل لقادة هذا المشروع الوطني اليوم انتفاضة تشرين. لا، أنت لو تتابع أغلب أكثر من رئيس وزراء ورئيس برلمان ورئيس جمهورية، مكتبي مفتوح لممثلين، وعدم وجود ممثلين هذا انتصار، أحد أهم انتصارات هذه التظاهرات. ليش يا سيدي؟ إذا هم الأبرياء يقتلون في الساحات في الشوارع أبرياء، فكيف إذا قائد في هذه الانتفاضة؟ فلهذا يا سيدي واجب الآن أنه توصل رسالة المنتفضين لهؤلاء أنه إحنا مستمرين، إحنا سنعتصم. ولهذا من هنا أقول للأخ العزيز الأخ محمد مصطفى، أنا أحيي المنتفضين وأحيي قادتهم اللي نقلوا الخيام إلى ساحات الاعتصام، هذا مهم جداً. هذه الانتفاضة بحاجة إلى حاضنة شعبية بأكبر حجم ممكن، من الفاو إلى زاخو. يجب أن نحتضنهم، يجب أن نقدم لهم الماء، يجب أن نقدم لهم الطعام، يجب أن نشيلهم بعيوننا. هذولا تاجر لرؤوسنا، يريدون وطن، يريدون إنهاء هذا المشروع اللي دمر البلاد والعباد. هذه المجموعات البائسة من أحزاب عميلة، هذه المجموعات اللي سرقت ونهبت هذه المليارات، وهؤلاء الحقيقة اليوم بحاجة إلى دعم. ولهذا من منبر الرافدين أقول لإخواني وأهلي بالعراق، علينا أن نقدم لهؤلاء الأحرار ما أمكن، لأن هذا طالع من الصبح، وإذا وصلت إلى الاعتصامات إلى الساحات، مطلوب من الشعب العراقي في كل المحافظات أن يهيئون لهم كل فرص الاستمرار، لأنه نهاية الفاسدين قربت إن شاء الله.
طيب أستاذ محمد، المتظاهرون يعني خرجوا بتظاهراتهم السلمية يرفعون شعارات إسقاط النظام، لكن ما هي أبرز الشعارات الأخرى التي يرددها المتظاهرون في ساحات الانتفاضات في خاصة في بغداد وبقية المحافظات؟ هدف المتظاهرين مثل ما أسلفنا هي إسقاط النظام، إسقاط النظام المحافظة الطائفية، المحافظة السياسية اللي دمرت البلد على مدى 14 عام، أضافة إلى إجراء تعديل بالدستور. الدستور الآن دستور برلمان، إحنا ما مستفادين أي شيء من البرلمان، خلي نكون نظام رئاسي شبه رئاسي، تقليل عدد النواب، أضافة إلى إلغاء المجالس الزائدة، إلغاء الهيئات المستقلة الزائدة اللي تستنزف أموال البلد، أضافة إلى لدينا توجه بأنه يجب محاسبة جميع الفاسدين. نعم. من 2003 لليوم، يعني أنا ما أطلع أقول والله أنا عندي أحلة 7 وزراء، أحلة 11 مدير عام، 1000 موظف، هذا مو إجراءات، هذا مو إجراءات، هاي إجراءات ترقيعية وما تنطلع على المتظاهرين. اليوم المتظاهرين طالبون بوطن، والوطن ضاع. نعم. صار 16 سنة يريدون يرجعون الوطن. طيب. يريدون يأخذون حقوقهم، يعني ما معقولة مستوى البطالة وصل إلى تقريبا 30% من الشعب العراقي، الفقر وصل ل 30%، والحكومة كل يوم احنا راح سوف نوزع سوف نعين، يعني انت تقول ما عندنا فلوس، شلون راح تنطينا تعيينات؟ شلون راح تعين الناس؟ أستاذ مصطفى أرجو أن تبقى معنا، سننتقل إلى ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أظهرت هذه الوسائل مقتل متظاهر بقنبلة مسيلة للدموع، لنتابع هذه الصور. إذن هي صورة واحدة تعبر عن مقتل متظاهر بواسطة قنبلة مسيلة للدموع أطلقتها القوات الأمنية وربما الميليشيات المساندة للقوات الأمنية. أستاذ بهجة، تعليقك على هذه الصورة. يا سيدي، جريمة من آلاف الجرائم اللي ارتكبت بحق الشعب العراقي، يعني هذه الجريمة بالمناسبة لا تنتهي بالتقادم، مع أنه هؤلاء موجودين بالسلطة وتدعمهم الأمم المتحدة والجامعة العربية والهيئات الدولية، وتعرف باعتبارهم فاسدين مستأنسين، كل واحد ينطوه حصة من السرقة السنة 16 كما قال ضيفنا، هذه المجموعات البائسة لا يمكن أن تمر هذه الجرائم بدون عقاب. ولهذا أيضا من على منبر الرافدين أدعو إلى توثيقها باليوم والساعة، ومن هي القوات ومن هي أقرب القوات، لأن هذه الجرائم لا تنتهي بالتقادم، ممكن بعد 20 سنة أحفاد أخوانهم خوالهم أقربائهم يطالبون بحقوقهم عندما تجي حكومة وطنية، لأن هذه المجموعات البائسة تعرف أنت تحاول بكل الطرق تقول أنه من نحن لم نأمر بالقتل، لكن من اللي ده يقتل؟ يعني أنت تقول ما أمرت بالقتل، من يقتل 43 بريء يوم بيوم واحد أكثر من 3000 جريح؟ خاصة أن عادل عبد المهدي يقول قد رتبنا أجهزة أمنية لحماية المتظاهرين في خطابه قبل السابق، يعني قال في يوم 25/10 سنؤمن للمتظاهرين سلامتهم. هذا الحكي، نعم. هذا الكلام يا سيدي صاروا في أكثر من مرة وأكثر من شخص، مو بس عادل، أنه يبرئ نفسه. لا، واكو اكثر، يعني الكارثه اكو ناس بهاي الحكومه البائسه تقول نحن مع المتظاهرين. نعم. ويروحون للمتظاهرين، ادري المتظاهرين عليه من طالعين. نعم. يعني المتظاهر هذا اللي قاعد بهالضيم هذا وبهالبرد وبهالحر وقاعد يصرخ يريد بس انه يكون الى وطن، لانه لا يعد يثق لا بهذه الحكومه ولا ببرلمانها ولا باحزابها، وبالمجمل يريد إزالة هذا النظام، ومع الأسف أنه المرجعية تحمي هؤلاء. طيب أستاذ بهجة، ننتقل إلى الأستاذ محمد مصطفى. أستاذ محمد، حدثنا عن يعني التواجد النسوي في هذه التظاهرات، كيف يعني تواصلت النساء العراقيات ووجودهن في قلب التظاهرات، حدثنا عن ذلك. التواجد النسوي بالتظاهرات انطلق من دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي. نعم. من فجر يوم الجمعة
النساء موجودات. اليوم بنشوف بأن النساء يقدمن الطعام، يقدمن المساعدات الطبية، يقدمن الأكل، إضافة إلى مساندة الشباب. اليوم حضور النسوي طاغي، الحضور النسوي شابات، نساء كبار بالسن، يعني دا نشوف ان دا يقدمن دعم لوجستي للمتظاهرين، اضافه بانه اكو وعي صار عند الشعب بان النساء هي جزء من المطالب الثوريه، هي جزء من الثوره ولديها مطالب ايضا، ويمكن ان تلعب دورا كبيرا في هذه التظاهرات. اليوم الشعب كله تنزل، يعني اذا نشوف بان الشيخ الكبير، دا نشوف الشيخ وحتى رجال دين مستقلين وليس حزبيين. نعم. اليوم بنشوف بان جزء كبير من القوات الامنيه يقولوا يابا احنا مو المشكله مو بينا، المشكله بان هناك اوامر صدرت بان يجب انهاء المظاهرات، يجب منع المتظاهرين من الدخول الى الخضراء. اليوم ساحه التحرير هي عباره عن يعني حديقه للمكونات وللطوائف العراقيه موجوده كلها. البعض من السياسيين كما ذكر ضيفك بانهم حاول ركوب الموجه، اجل تحت التحرير، لكن المتظاهرين قالوا بان تظاهراتنا مستقله، طيب. ما عندنا تنسيقيات، ما عندنا قيادات، كل واحد قائد نفسه، توحدنا المطالب. طيب اسمحوا لي مشاهدينا الكرام، ضيوفي الكرام، ضيفي الكريمين، سننتقل إلى فيديو آخر انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر دهس المتظاهرين من قبل عجلة أمنية عسكرية تابعة لحكومة عادل عبد المهدي، فلنتابع. شوف شوف قتلهم قتلهم مراد الوادم، مرادها والله مراد الوادم. اسحب روحك ولد، قام يدعم بالناس، اسحب روحك ولد. شوف شوف شلون يقع الناس، قتلهم 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 قتل الوادم، مراد الوادم، مرادها والله مراد الوادم. أستاذ بهجت، تابعنا هذه الصور المؤلمة حقا، هل هذا الإجراء الذي تحدث عنه عادل عبد المهدي بأنه سيحمي الثوار، هل هذه حماية للثوار؟ شيء مؤلم فعلا. الله يكون بعون شعبنا، الله يكون بعون منتفضينا. يا سيدي شوف هذه الأحداث، هذه مدروسة ومنظمة، هذه مقصودة. القوات مسؤولة، هل تتصرف بشكل فردي أم ضوء أخضر من قبل الأجهزة الأمنية؟ شوف يا سيدي، نعم، هذه القوات اللي شاهدت هذه الجريمة واللي تشاهد القناصين على أسطح مقرات الكتل والأحزاب، نعم، وعلى الفنادق وعلى مؤسسات مال الدولة، وتقنص بالأبطال بهؤلاء المنتفضين كالبط، مسؤولة، لا يبرئها أبدا أبدا، لا يبرئها، لأنه ما معقول المواطن أخي محمد يروح يجيب القناص من السطح، ولا من واجب المواطن العراقي اللي طالع بانتفاضة وضمن يريد طالب بحقوقه أن يروح يلحق سيارات الدولة، وهي سيارات ما الدولة. هذه معناها اللي موجودين بها عندهم أوامر، ولا يبرأ أي إنسان موجود. يعني القوات الأمنية، أنا شفت بعض اللقطات أنه شخص بالقوات الأمنية يبكي وأنه هو ما يريد وما يقصد، لكن هذا لا يبرأ يا سيدي. هذه إذا كان واجبها حماية المتظاهرين كما هم يسمونهم، فعليهم أن يروحوا يبحثوا عن من يقتل. البارحة شفت أيضا حادثة أخي محمد، نعم، أسعاف بها ناس من قادة حشد، أحد قادة العصائب. طيب. أيضا من يعرف أنه بهذا الإسعاف موجود؟ أبناء مكة أدرى بشعابها، أبناء الديوانية وأبناء بغداد وأبناء البصرة، كلهم أهل أدرى بشعابها، يعرفون ما الذي يجري في مقرات هذه الأحزاب.
عندهم لأنه أقارب، أكو اتصالات فيعرفون، ولا كيف عرفوا أنه بهذا الإسعاف موجود قائد من قادة العصائم؟ ما هذه أخي محمد هذه مصيبة، يعني هذه ممكن تكون القشة اللي تكسر ظهر البعير اليوم أمام أهالي الشهداء والجرحى بالعين المجردة، صورة وصوت ناس من العصائب تقتل أبنائهم ويريدون يأخذون أبنائهم اللي مساهمين في عمليات القتل، بعد ما ينجرحون يريدون يأخذوهم خارج المنطقة، فالناس تعرف من هم. هذه ممكن تقود إلى ثارات لن تنتهي، لأنه بالنهاية اللي دا يقتلون أبناء عشائر. طيب سننتقل إلى موضوع الثارات، ولكن بعد أن أنتقل إلى أستاذ محمد مصطفى. أستاذ محمد، هذا الرد الدموي من قبل الحكومة هل سيوقف المتظاهرين عن تظاهراتهم ومطالبهم؟ المتظاهرين مستمرين بتظاهراتهم ومستمرين باعتصاماتهم لحين أسقاط النظام. نعم. اليوم بنشوف قمع من الحكومة، قمع من الممنهج أصلا، والحكومة ما وعدت ما وفت بوعودها، لأن قالت أنا راح أتظاهر. اليوم القوة اللي هي شكلتها أصلا مو هي تضرب، ما تغلب ما تضاهر. اليوم أكو قوات أصلها هي نفسها اللي واحد أول أطلقت الرصاص على التظاهر، اليوم موجودة تطلق الغازات تسيل الدموع، تطلق القنابل الصوتية اللي هي عند انفجارها ينصابون ناس، وإضافة ممكن يستشهد في المحافظات. في أكو ناس يعني ركبت الموجة، حاولت تركب الموجة وتطفي أو بين أحزاب، هاي هذول ما يمثلون مثل المتظاهرين السلميين اللي هم مطلبهم سلمية سلمية. نعم. في بعض المحافظات الجنوبية حدثت عمليات تصفية بين أحزاب، وهذا ما يمثل يعني يمثلون جهة جهة معروفة. نعم. احنا اللي مطالب المتظاهرين السلميين بالتحرير هي مطالب ثورية، ثورة سلمية، لا اكو سلاح، لا اكو مندسين، اكو مندسين تابعين للاحزاب وليس للمتظاهرين. اليوم استاذ محمد، المندسين يعني على ماذا يعملون؟ تشويه صورة التظاهرات، صورة المتظاهرين؟ البعض من الاحزاب خلى مندسين بالتظاهرات لتشويه صورة التظاهرات، واللي حتى يقولون بأن شوف المتظاهرين بيهم مندسين ومخربين ويحربون ويقتلون. اللي احنا في ساحة التحرير لم نتعرض إلى أي مبنى، سواء حكومة أو مبنى خاص أو أي مبنى، كليتنا موجودين ونهتف باسم العراق، نهتف باسم دماء الشهداء اللي راحت. نطالب بالكشف عن الجنات، وليس هذا التقرير الهزلي اللي طلعت فيه الحكومة. والله شنو احنا، هذا تقرير لجنة تحقيقية. أي لجنة تحقيقية وهي لم تذكر من الجاني؟ هاي الإحصاءات أقالات، هاي ما احنا ما نريدها، ما نريدها بهاي الصورة. نريد اللي يكشفون الجنات الحقيقيين، القناطين اللي كانوا موجودين. اذا انت حكومة ما تعرف تحمي المتظاهر والمواطن من القناط، علاش صاير حكومة اصلا؟ طيب سنأتي على موضوع القناصين الذين اعتلوا اسطح البنايات ومراكز الاحزاب، لكن دعنا نذهب الى هذا الفيديو الذي يتحدث عن رغم التهديد لمتظاهري محافظة البصرة لكن المتظاهرين أصروا على الخروج. نتابع هذا المقطع المصور. يعني على الرغم من الدماء والحزن الذي خيم على الشعب العراقي، أسفا على الشهداء والمصابين الذين سقطوا بواسطة آلة القمع الحكومية والميليشياوية، لكن
نلاحظ صور مفرحة من محافظة البصرة. تعليقك أستاذ بهجت على هذه الصورة من محافظة البصرة. أحييهم أخي. نعم. هذه البصرة، هذه هي البصرة يا سيدي، وهذا الذي يفكر بهذه الطريقة يريد الخلاص. شوف الناس هذه وكما قلتها سابقا لم تخرج لأنه جوعانة، ولا هي ثورة جياع، ثورة قيم ومبادئ من أجل إعادة وإنهاء دور الفاسدين وهذه العصابات التي جاءت بعد الاحتلال. شوف كم صبر العراق جميل وكبير، كم صبر هؤلاء، يعني اللي شافوه خلال 15 سنة من ضيم ومن إذلال وفقر وانعدام لكل ما هو جميل، يعني ما خلوا مؤسسة، لا خلوا زراعة، لا خلوا اقتصاد، لا خلوا مجال لهؤلاء الناس أن تعيش طعم الحرية، يعني دمار كامل. فلهذا يقول يا سيدي أنحني لهؤلاء المنتفضين، وأنحني لأبناء العراق الصامدين اللي يريدون يقولون لهؤلاء الفاسدين انتهى دوركم. هذه مو مسألة إصلاح أخي، اليوم الحكومة هذه لن تصلح لأنه الكل فاسد. يعني أنت لما يجي رئيس وزراء ويقول أنا مثلا سأدفع للمتظاهرين 150,000 دينار عراقي، اي انا اقول لاخواني العرب لانه يصوروا فد مبلغ كبير، هو قنينتين غاز. نعم. زين التربيه، التعليم، الاطفال، المستشفيات، العمل، يعني هذه الايجارات وهذا الغلاء الكارثي، يعني كيف تضحكون على هذا الشعب العراقي؟ نعم. الا تخجلون انتم تسرقون مليارات الدولارات وتريدون تضحكون الآن على الشعب العراقي من أجل إسكاته ننطيكم إحنا كل واحد 100,000 أو 120,000، يعني 100 دولار؟ نعم. كم ستحل هذه؟ شنو اللي راح تقدمه للشعب؟ وأنت تخيل هناك أكثر من 4-5 ملايين عراقي اليوم تحت خط الفقر، وقالها الأخ نعم. محمد نعم. أكثر من 30% من الشعب العراقي خط الفقر. نعم. هؤلاء عاطلين عن العمل، يعني أنت أحسبها يعني بحدود 5 مليون. نعم. زين الـ 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 العوائد الفقيره، العوائد المنكوبه، العوائد المعدمه أصلاً يعني. هذه ايش راح تقدموا لهم؟ نعم. فلهذا يا سيدي انا احيي هؤلاء الابطال واقول انه بارك الله بكم واستمروا، والدعوه لكل انسان حر داخل العراق ان يناصرهم لانه هؤلاء هم املنا. وبالمناسبه القول ما سيقوله المنتفضون بالعراق. ابدا ليس لا هذه الحكومه ولا برلمانا ولا هذه المجموعات البائسه واعضاء مجالس ومدري ايش ومراجع ووكيل مراجع. القول ما سيقوله ابناء العراق المنتفضين بالشارع، وهؤلاء قولهم هو اللي راح يمشي. طيب استاذ محمد، انت هناك في داخل التظاهرات في قلب الحدث كما يقولون، من اللي يقنص المتظاهرين؟ اي جهه استاذ محمد؟ الان يعني خلال هاي التظاهرات صار يوم تقريبا ما في عمليات قنص، عمليات قنص ما موجوده في بغداد، انا بقيت محافظات ما اذكرها، بس في بغداد لم لا يوجد قناصين، لكن يوجد هناك قنابل مسيله للدموع، قنابل مسيله للدموع تقريبا المئات او الالاف على مدار يومين انصابوا بها. الان ينادوني من لان بعض الاصدقاء حالات اختناق صار عندهم بسبب القنابل المسيله للدموع وبالمستشفى. نعم. فالقوات اللي موجوده هي مو قوات اللي اعلن عليها السيد عادل عبد المهدي لما طلع وخطاب، اصلا رفض اغلب الشعب، قال انا بان قوه حمايه راح خاصه راح تامن التظاهرات، هاي القوه ما موجوده اصلا. نعم. لان القوه هاي ما لها اي دور لا بحماية المتظاهرين ولا بأي شيء. أكو قوة اللي هي مكافحة الشغب اللي هي مرتبطة برئيس مجلس الوزراء، هي اللي تحاول منع المتظاهرين وهي اللي تقمع المتظاهرين. نعم. اليوم المتظاهرين لديهم مطالب، رغم المتظاهرين شايلين علم عراقي، شايلين شعارات، شايلين بيبسي على مود يتعالجون من غاز المسيل للدموع. اليوم نشوف بان اصحاب توك توك هم ينقلون الجرحى والمصاب الى اقرب مستشفى او الى سيارات الاسعاف اللي توقف. طيب
على ذكر سيارات الإسعاف، ولكن دعني أنتقل إلى هذه الصورة، صور يعني فيديوية من محافظة كربلاء، حيث قام المتظاهرون بتمزيق صورة المرشد الإيراني علي خامنئي، فلنتابع. أستاذ بهجة، حرق وتمزيق لصورة علي خامنئي، ما دلالة ذلك؟ شنو الدليل؟ يعني ما دلالة هذه الأفعال؟ شوف يا سيدي، واضح أنه الناس ملت. نعم. كل الأكاذيب وهذه البهرجة حول خطابات المرجعية ووزنها وثقلها، تتذكر بداية الاحتلال والمعمم مقدس في الشارع، اليوم انتهت. لأن انخذلوا من المرجعيات مع الأسف. مو هذا دور المرجعيات، هذا الشعب خذل، ولهذا اليوم الانتقام. أنت شوف، كانوا أيام زمان حتى في المظاهرات بعض المتظاهرين يرفع صورة السستاني أو أحد المراجع، يعني من باب أنه يحمي نفسه. طيب. اليوم المتظاهرين أصلاً بعد ما أتصور يعترفون بهذه المرجعيات، ومن هنا سيتم حرقها. وهذه رسالة، لأن المرجعيات يا سيدي خذلت الشعب العراقي، ومن خذلتها يا سيدي اليوم الشعب العراقي يريد ينتقم. صح، الآن ما يريد يعلن حرب على المرجعية لأنه عنده مشكلة ويا الحكومة ويا الفاسدين، لكن كان المفروض على الأقل نشوف مرجع بساحة التحرير حتى يحسون أنه هاي المرجعيات تمثلهم. على الأقل أشوف لي مرجع يطلع بالنجف وبكربلاء مع المواطنين، على الأقل أشوف لي معمم يطلع بالبصرة. فهذا خذلان كبير، هذه ليست من قيمنا. أنتم تقولون نحن مع المظلوم، طب هذا المظلوم بالشارع ده ينقتل وده ينذبح لأنه يريد بحقه. يعني البلد انسرق، المليارات سرقت، وهؤلاء لا زالوا بالحكم، لا زالوا بالحكم. هؤلاء، هذه المجموعة المجرمة اللي جاءتت بها أمريكا وإيران تدعمها وبقوة، لا زالت موجودة. طب هذا الشعب شو يسوي؟ كيف راح يتخلص من هذه المجموعات يا سيدي؟ ومن هنا الآن سيتم حرق كل هذه الصور أبدا، وستنتقل إلى المراجع العراقية، لأنه أنا لما أنخذل، أنا لما ابني ما عنده دواء وأروح للمستشفى ما عندي إمكانية أدفع، ولما أروح للمدرسة ما عندي إمكانية أدز ابني، بالأخير أنا المرجعية مستفادة أخي، مستفادة من الخمس من الحرامية ويأخذون خمس من الفقير. أستاذ محمد، التظاهرات خرجت في 1/10 وخرجت في يوم 25/10، أنت مراقب للحدث وقريب، شنو نوع الاختلاف بين التظاهرات في 1/10 عن 25/10؟ أكو هناك يعني تنظيم أكثر مثلا؟ بالتأكيد أكو اختلاف كبير، يعني بواحد يوم 1/10 لما خرجت التظاهرات أكو دعوات، أكو ناس كانت متخوفة بأن من الجهات اللي تقف وراء هذه الدعوات، اكو ناس كانت متخوفه بان خاف تكون هاي وهي مجرد دعوات رمي الشباب الى التهلكه. لكن في يوم نشوف ان بعد اللي صار ب 1/10 ناس عرفت بان هذول اللي مظاهرين هم مجرد اشخاص شباب قلوبهم على وطنهم، يريدون الخير لوطنهم، ثائرين ضد الظلم ضد الفساد. فاليوم ساحه التحرير هي اكثر اعداد من التظاهرات السابقه. اليوم بدنا نشوف فئات كانت ما نزلت في التظاهرات السابقه، اليوم نزلت منها عنصر النسوه، منها الشيوخ الكبار يعني كبار السن. اليوم اضافت الى اكو ناس جت من محافظات ثانيه على مود تكون بالتحرير، لان التنظيم ايضا كان افضل. يعني اليوم بدنا نشوف تحول الى اعتصام، الخيام جابوها، مسألة الطعام والشراب للمتظاهرين. نعم. أكو مسألة اللجان اللي هي بداخل التحرير، يعني تشوف لجان طبية، لجان إسعافات أولية، لجان تنظم السير خاص أحد يعني مثل فسح المجال. هذه كلها بجهود ذاتية، جهود مو جهود الحكومة، جهود ذاتية من قبل المتظاهرين. محمد، اليوم بنشوف بأن أكو ناس خيرة. نعم. تنطي أو تجيب من مالها الخاص دعما للمتظاهرين،
يعني وما تقول لك انا بانه انا كذا وكذا، انا هي تجيب هاي بدنا نشوف الطعام والشراب اضافه الى الخيام، هي بجهود ذاتيه من المتظاهرين ولا تقف وراءهم اي جهه. البعض يتحدث بان جهات خارجيه تقف وراء المتظاهرين، البعض يرميها الى الكيان الصهيوني، البعض يرميها الى امريكا، لكن اؤكد لك بانه لا يوجد اي جهه دوليه او محليه تدعم المتظاهرين، كلها جهود ذاتيه. طيب ارجو ان تبقى معنا استاذ محمد مصطفى. مشاهدينا الكرام، متظاهرون تحدوا محمد الحلبوسي رئيس البرلمان ان ياتي الى ساحه التحرير بدون حمايه، فلنتابع. الساعه 3:10 الحلبوسي نزل، نزل وين؟ بالنسور. ليش بالنسور؟ وليش بثلاثه بالليل؟ ليش ما راح للتحرير؟ زين من نزل ليش جايب وياه الجيش كله؟ لعد الجيش بالتحرير وين؟ جايب وياه كلها عماد ورتب وجايب تصوير وفيديوهات. والله انا نزلت. نزلت على شنو؟ نزلت سفرتك على شنو؟ عم احنا نريد ننزعك من الكرسي، روح بطل. ولا لا اي لا اي منشور، لا اي منشور ولا اي شيء يندزلكم الصدو. هذا انسان منافق جاي هنا سمع له واحد اثنين ثلاثه وراح. هذا باطل، شخص باطل. رجع يبرر اللي سواه قبل اسبوعين، قال انزع سفرتي. احنا ما نريد ينزع سفرتي، نريد يبطل يعوفه. أستاذ بهجت، يبدو أن محمد الحلبوسي يريد أن يركب موجة التظاهرات، تعليقك؟ واضح واضح، هذه المجموعة صارت تعرف من أين يؤكد الكتف. طيب. تؤكد الكتف طبعا، وبهذه الطريقة البائسة، يعني هذا الإخراج أنه رايح وماخذ وياه باصين حماية غير الجكسارات والدفع الرباعي وبالتيشيرت على أساس هو أمريكي، يعني نازل للشارع هذا يا سيدي عمل كومبارس كما شاهدناه في إحدى القنوات الفضائية. محمد الحلبوسي هذا عمل كومبارس وليس عمل إنسان يدير دولة وإنسان مسؤول في البلد. أنت يا محمد الحلبوسي وجماعتك مسؤولين عن هذا القتل، أنتم مشاركين بهذه الحكومة. هذه الحكومة كل من مشارك بها، مو بس عادل عبد المهدي يتحاسب ولا برهم صالح، كل من موجود داخل هذه الحكومة يجب أن يحاسب على مقتل هؤلاء الأبرياء وعلى هذا العدد الهائل من الجرحى اللي ممكن يرتفع إلى أكثر من هذا العدد من القتلى. تعرف الجرحى بالنهاية تعرف الإمكانيات المستشفيات وإمكانيات اللي موجودة، يعني سيزداد. فلهذا أقول محمد الحلبوسي ما تفيدك هاي الحركات. طيب. أنتم مشاركون في هذه الجريمة، وأنت والحكومة وكل أعضاء يجب أن تحاسبوا على هذه الجرائم. والحمد لله والشكر. شوف يا أخي، من كان يتوقع أخي محمد، وأقولها اللهم احفظ العراق وشعبه، أقولها لأهلي وناسي، من كان يتوقع في وسط وجنوب العراق اللي هو يعتبر بالمناسبة يعني الحاضنة لهذه الحكومات البائسة؟ نعم، الحاضنة. شوف هؤلاء بجيل من جيل الاحتلال، يعني 2003 2000 1990 مو أكبر، نشوف الشباب الموجودين، من كان يتوقع؟ إذن هذا هو العراق العظيم. أقول للحلبوسي ولعادل عبد المهدي ولبرهم صالح، العراق أنتج خمس حضارات بالتاريخ ما بها هكذا زبالات، حمورابي وآشوربانيبال وسرجون الأكدي، وأنت ماشي إلى أيام الدولة العباسية ماكو هكذا تحركات وعمليات بائسة. طيب. ولا هكذا عملاء، ولن يرضى عنكم الشعب العراقي، لأنه اللي سرقتوه من العراق يا سيدي يبني ثلاث دول مثل العراق. طيب. أتخيل. أستاذ محمد، بسؤالي الأخير لحضرتك قبل مغادرتنا، ونشكر وجودك معنا، لماذا لا يستقبل المتظاهرون محمد الحلبوسي ومن هم على شاكلتهم من الحكومة؟ ما السبب في ذلك؟ محمد الحلبوسي والحكومة هي مسؤولة عن تقديم الخدمات، تقديم الرفاه، تقديم متطلبات الشعب. إذا اليوم بوسط هذه الأوضاع اللي موجودة مجلس النواب يفشل بعقد جلسة لمناقشة مطالب المتظاهرين، زين هو مو رئيس برلمان، ليش ما يصدر القرارات؟ احنا اليوم نطالب بقانون عمل ينظم، نطالب بفتح المصانع، نطالب بايجاد فرص عمل. يعني البرلمان كل
جلسه يصوت على قانون قانوني والله اتفاق انضمام العراق الى اتفاقيه حمايه البحار، اتفاق ما اعرف شنو اللي اصلا هي ما تمس المواطن. زين انا شفت انت هاي القوانين، رئيس مجلس النواب راد يركب الموجه البارحه طلع باربع باصات معاه جاب متظاهرين او اصلا مو متظاهرين، متظاهرين وهميين وتمام الكاميرات، والله انا مع المتظاهرين. نعم انا اشكرك. تفضل تفضل محمد تفضل. اسف نقطه اخيره. نعم تفضل. نرفض اي مسؤول يجي ويتحدث باسم المطالب المتظاهرين. المسؤول اذا كان برلماني مكان مجلس النواب هو المسؤول عن قرارات تلبية مطالب المتظاهرين. نعم. ان كان وزير هو بالحكومة المفروض هو يقدم مقدم او مو يقدم مقدم الطلبات اللي يطالب بها المتظاهرين. نعم. نرفض اي مسؤول. أنا أشكرك أستاذ محمد مصطفى الناشط في التظاهرات، حدثنا مشكورا من العاصمة بغداد. مشاهدينا الكرام، فالح الفياض هدد المتظاهرين بالقمع في حال نزولهم يوم 25/10، هذا التصريح كان يوم 7/10/2019. فالمتابع تهديد الفياض. كحكومة لا نستطيع القصاص قبل وقوع الجناية، أما وقد وقعت الجناية، فأؤكد لكم أنه سيكون قصاص، وقصاص عادل ونادع للذين أرادوا بهذا البلد سوءا وأرادوا به شرا. لا يمكن التساهل ولا يمكن المجاملة مع المتآمرين الذين أرادوا شرا بهذا البلد، لكنهم نسوا أن في هذا البلد قوى وعوام النهوض تبرز في الملمات وفي الصعاب، وهذا ما شهدناه في الملحمة التاريخية عندما واجهنا داعش، عندما قالوا أن العراق قد انتهى وأن هذه الدولة قد محيت من الخارطة. لكن العراق اليوم يعود بلد قوي له موضع واحترام في كل المنطقة من البلدان التي تؤشر مستقبل إن شاء الله واعي، لكن سنرد عليهم وسيكون ردنا مدويا وواضحا ومحددا، لكن من خلال الدولة وأدواتها. طيب أستاذ بهجت يقول على المتظاهرين أنهم أرادوا شرا بهذا البلد. أبدا. اللي أراد شر بهذا البلد هم، شفناهم اليوم 16 سنة المتظاهرين ما خرجوا اليوم، خرجوا صالهم من 2011 يطالبون بأبسط الحقوق. تذكر أيام زمان كانت مطالبهم نريد مي صافي، نريد كهرباء. اليوم وصلوا إلى قناعة أنه هذه المجموعات البائسة اللي أتت على بساطين الاحتلال هي المسؤولة عن هذا الدمار، وهذا اللي يتكلم اليوم الفياض وقيس الخزعلي وغيره ويهددون المتظاهرين. على ذكر قيس الخزعلي، نعم. هناك نقطة لا أريد أن أغادرها، وخاصة بقيت لدينا دقيقة من الوقت. قيس الخزعلي يقول سنأخذ بثأر على من اعتدى على سائق سيارة الإسعاف. أين الدولة في هذا المفصل؟ لا دولة بالعراق، لا توجد لا حكومة ولا دولة. دولة فالتون يا سيدي. نعم. وبعدين هم دا يتكلمون عن ديمقراطية وعن حقوق، ودا يتكلمون عن أنه حماية المتظاهرين. أي دولة فاسدة هذه اللي يطلع بها قائد حشد صعلوك مثل قيس الخزعلي يهدد أبناء الشعب العراقي؟ مو أنتم اللي تقتلون المتظاهرين، مو الصورة والصوت تقول أنه ناس داخل من داخل العصائب دا يقتلون. طيب. فهذا حقيقة هذا يحسب على هؤلاء اللي موجودين ومسمين نفسهم حكومة. وين بأي دولة بالعالم يطلع قائد الميليشيا يهدد أبناء الشعب العراقي؟ ناس خارجين يا سيدي، انت شفتهم والكل شافهم. نعم. بصدور عارية حتى بدون فانيلات يريدون يوصلون رسالة. بالضبط. يريدون بس أنه تعاد كرامة هذا البلد. فالح الفياض يريد الحكم. فالح الفياض يقول لك انا بعد عادل عبد المهدي، هذا تدري يقول انا حاط استقالتي بجيبي. فهذا دا يدور حكم يا سيدي. وانا اقول للشعب العراقي لا تسمحوا بان يصل الى ساحات الاعتصام اي ممثل لهذه الحكومه ابدا، ومو يخرج بطريقه عاديه، يخرج باهانه وباحتقار. لعد احنا علي من طالعين، انتم علي ذابحين نفسكم على هذا العراق؟ اذا هذا هم يذبحون بالشعب العراقي ويجي ياخذ صوره، شوفونا احنا معاكم. انا اشكرك استاذ بهجت. مشاهدينا الكرام، اتقدم بالشكر الجزيل الى الناشط في التظاهرات السيد محمد مصطفى، كما اتقدم بالشكر الجزيل الى الناشط السياسي الاستاذ بهجت الكردي. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، فيما مضى من الوقت ناقشنا واياكم التطورات الحاصله في العراق، ومنها طبعا انتفاضه تشرين. نشكر لكم حسن المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.